اهلا بيكم معانا من الفاصل. زي ما انتم شايفين معانا شغل رائع مع المدام سلوى. ميرسي، اهلا ربنا بيكي. يخليك. اهلا وسهلا، اهلا الوان بيكي. الوان 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 حركات حركات، والله حاجات جميله جدا ميرسي، ربنا رهيبه. يخليك، ربنا يخليك. ميرسي يعني قوي. فعلا انا واثقه ماما دلوقتي قاعده بتتفرج وبتتغزل في الالوان لانها جميله من اول كله. سبحان الله كل واحد ليه طابع. طبعا يعني طبعا. شوفي كل اسبوع عندي حد اكسسوارز اكسسوار وحاجات جميله جدا، كل حد ليه طابع طبعا، خاص. كل واحد بيبقى ذوق مختلف وحاجات مختلفة، كل واحد بيحب يعني يتخصص في حاجة معينة أو بيحب طبعا حاجات معينة بيشتغل فيها يعني. سبحان الله بجد يعني أنا بحب الأحجار بصراحة، فتلاقي كلها احجار طبيعيه. كله طبيعي، كله أحجار طبيعية. طيب احنا حضرتك مبدئيا بديتي من امتى؟ والله انا بقالي كتير قوي، يعني يمكن من سنه 2000، يعني من زمان وانا غاويه الكلام ده، من وانا في الجامعه وكنت اعمل حاجات لنفسي حضرتك دارسة ايه؟ واكسسوار. انا متخرجه من كليه اداب في جامعه القاهره، ما شاء الله، وبعدين دايما وقفت اداب شويه بيطلعوا مواهب مواهب. بعد كده، بتظهر بعد كده. ايوه، بس وبعدين من فتره بقى يعني بقيت انا بحب الاكسسوارات عموما، فبدات انزل اجيب احجار وابدا اشتغل واحده واحده كده. بعدين وحضرتك بقيتي تفهمي ما بين الاحجار الطبيعية ومش طبعا. الطبيعية؟ هو في اماكن كمان معينة هي اللي بتبيع الاحجار الطبيعية، ما بتبيعش حاجة مش طبيعية، وفي اماكن معينة تانية بتبيع الحاجات اللي هي البلاستيك والمش طبيعية، فهي بيبقى ليها اماكن مخصصة، فانا بصراحة بعشقها يعني. هتلاقيني طبعا بنزل اجيب احجار بقى كتير كتير واقعد بقى الطبيعية اشتغل. أظن تبقى في حتة في الحسين ولا؟ في مكان كده اسمه الصالحية في الحسين. الصالحية. في الحسين فبيحطين كله كده في هما بتبقى محلات كلها احجار بقى ولولي طبيعي، ويعني حاجاتهم بصراحه فظيعه حلوه فظيعة. أنا جدا. روحت مرة، يعني انا لما بروح ما بعرفش امسك نفسي، تلاقيني جايبه حاجات قد كده وما كنش مثلا محتاجاها، يعني بنزل الحاجه اللي بتعجبني بجيبها وما بروح بقى اقعد متخيلة افنن الإحساس. بقى. أنا عندي نفس الموضوع في الحلويات، يعني اللي عندي في البيت يفتح محل في ايوه. سنتر بحال. طيب نبتدي واحدة واحدة، احنا نبتدي بالألوان اللي هناك الخطيرة دي. بصوا أول واحدة هناك دي، ده حجر، ألوان 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 كلها مريحة للأعصاب. ده حجر اسمه هيماتايت، تمام. هي الوانه بتبقى يعني مختلفة كده، يعني هو الفرع بيجي الوانه كده مختلفة، بس ممكن العقد يبقى مختلف عن العقد التاني، ما يبقاش كله نفس اللون، يعني عشان تكرري القطعة بتبقى ممكن الالوان بتختلف شوية. تمام. طبعا انا يعني انا بس عايزه اقول دعاء حبيبه قلبي، دعاء بس اعداد البرنامج. سلامتها والله، الف سلامة. الف انا سلامه سمعت. عليك يا دعاء، الف وانا سلامة. عارفه احساسك دلوقتي ورا الكاميرا عامل ازاي. انا لا عارفه يا حبيبتي هتلاقيها لا، الف هتتجنن، الله سلامة. لا، ما بيحب اكيد الحاجات دي هنشوفها قوي. تاني ان شاء الله. بصي كتير قوي يا دعاء، بصي كتير قوي. لا لا، اللي هي عايزاه كله طبعا. وخرجنا معانا برضو بيقول لك الف سلامه عليكي الله يسلمك. وخفي تليفونات. مش عارفه انت بتعملي ايه جوه بالظبط، بس المهم يعني فترجعي لنا بألف سلامة يا رب. إن شاء الله إن يعني شاء بسرعة الله، إن شاء سرعة الله، عشان إيه ما يفوتكيش كتير. إن شاء الله. طيب نكمل بقى، إحنا دي اللي اسمها تاني معيش حجر هيماتايت. هيماتايت، هو هيماتايت ألوانه حلوة كده. هي بتبقى ألوانه كده تمام. بعد كده بقى ده لولي ده طبيعي. لولي طبيعي. هو لولي مزارع مش حر، يعني مزارع مزارع بس تمام. يعني طبيعي برضو. رقيق قوي. وده برضو أحجار اسمها روز كوارتز، ومعاها معدن بقى، فانا بحب الحاجات اللي هي بتبقى عشوائيه، بنوع فيها كده، بتبقى العقد يعني ايه، مش بتطليها ذهب بقى المعادن. في حاجات بتبقى مطليه وفي حاجات ما بتطليش. تمام. دي بقى دقيق، دقيق والاصفر ده هيماتايت، ده هيماتايت برضه. والاحجار اللي فيه فاروز، وفي اللولي طبيعي برضو اللي هو اللولي فيه اللي هو ده. تمام. فيها قطعة كده لولي طبيعي، وده صدف. وده صدف طبيعي. ده جميل. الله الله بجد، ايه ده؟ لا، في اللبس كمان تحفة يعني. بصوا ده انا كنت بقعد ادور على واحدة بس اعملها في ده، واحدة واحدة شكلها كده من لون تجنن. لا ده حلوة جدا، تسلم ايدك. والموف ده، دي احجار اماتيست. اماتيست المو اماتيست. بيجنن. وده فاروزي بقى اللي هناك، فاروزي مع عقيق مع لولي حر برضه اللي هو المزارع تمام كده يعني. تمام. انت بتدخلي الوان مع بعض. طيب نبتدي بقى نخش في الحاجات اللي هي بقى على الترابيزه.
اللي هناك ده دي. برضو صدف مع لولي مزارع اه مع شوية عيق بسيط يعني، وده وده كسر حجر، كسر صدف كسر صدف. او الحجرة السوداء دي عقيق. عقيق تمام. الرمادي برضو عقيق، ده فاروزي مع احجار عقيق. اوكي ده بقى ايه بقى الحجر ده؟ منور قوي الازرق ده. ده عقيق برضو يعني، هي حاجة من احجار العقيق. اه هرفعه لكم بس تشوفوا، هو مش عارفه باين في الشاشه ولا لا. هو هو في التصوير بيبقى متعب اه قوي يعني، عايز إضاءة لا في باين الشمس. لان هو شفاف كده شويه، اه مش هو في الشمس بس الإضاءة بتاعته بتطلع، بيطلع لون بتطلع مظبوط. اكتر. اه بيطلع اكتر. تمام. بعد كده بقى آه نكمل. ده طبعا فيروز ده فيروز مع عقيق. عقيق. اه العقيق دايما بيبقى لونه ايه؟ والله هو في الوان كتيره يعني، في منه البني وفي منه الاخضر وفي، طب بتعرفي تفرقي بينه ازاي وما بين اللي هو ده؟ بحسهم ده شبه فيه بعض. لمعه شويه. لا ده مختلف شويه، ده فيه بيبقى الحجر نفسه فيه لمعه مش زي العقيق. العقيق بيبقى مطفي معروف اه مطفي مطفي، شويه، في منه اللون البني بتقولي واللون الايه؟ البني وفي الـ 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 يعني في الاحمر وفي الـ وفي الازرق وفي في الوان ده كتير كتير. يعني، هما بيعملوا منه كل الالوان ياه. يعني. ده مثلا عقيق، ده ازرق، اه طب ما صعب الواحد وده يعرف. عقيق، وفي من الاخضر جاد، ده كله عقيق. تمام. صعب الواحد يعرف اللي عنده في في حاجات بيتي. بتبقى جاد وفي حاجات عقيق. ده صدف برضو، ده صدف برضو. مش معقول على الجمال بجد. بتجيبي اه الاشكال رقيق. دي منين؟ دي كلها من موجوده كلها من هناك. اه من حسين. تحفه. عارفه انا كان نفسي اعمل واحده من دي كده تبقى شقليه شكلها في سلسلة. عشوائي في سلسله ذهب. بس يعني انا لابسه دلوقتي اللي هي الفراشه من اللي هي صدف برضو، دي اه صدف اه فراشه زرقاء. اه كان نفسي مكان الفراشه الزرقاء دي تبقى واحدة صدف صدفاية. اعملها كان لك. نفسي اعمل لك واحدة. بجد. اه طبعا الله اعمل شكرا لك، يا حبيبتي. اعمل لك واحدة. طيب بعد كده نكمل بقى. ده يعني ده كريستال شبه حجر الطوباز يعني، اللي في هناك ده اه هناك مع خالص. لولي برضو اوكي مزارع. تمام. وبعد كده بقى وده الملون ده برضو احجار عقيق مع احجار اللي هي الموف دي، اسمها روز كوارتس. آه يعني تشكيلة كده. لا جميل قوي قوي. انا بس بحاول ان احنا عشان كله يتشاف يبان كده معانا الالوان ونفهم ده عبارة عن ايه. وده تمام. برضو ده زي كريستال مع حجر طوباز مع ده صدف، اه مش معقول على الجمال بيبقى بجد. صدف. مش عارفة الصدف بيشدني كده ليه، هو الصدف جميل بصراحة. ليه طاقة معينة؟ أكيد الحاجات دي كلها بيبقى ليها طاقة إيجابية مع خصوصا الفاروزي والأحجار الزرع. تحفة تحفة جميلة حلوة قوي، مختلفة كده جديدة. احطها بقى في مكانها ونكمل. احنا قربنا نخلص، اه فاضل بقى هنا. ده ده الوانه هادية قوي برضو. اه ده برضو حاجات اماتست، احجار اماتست على موف. وده ده كريستال. ده كريستال ما اه بيبقاش حجر طبيعي ده. لا بيبقى كريستال يعني، بس اه اللولي ده يعني لولي مايوركا اللي معاه. ده كبير قوي اللولي ده. اه ما هي بيبقى فيه منه احجام كبيرة. ده مزارع برضو آه لا ده اسمه لولي مايوركا المزارع اللي هو طبيعي. ده، اه اللي هو الصغير ده ما لكن بيتعملش الكبير منه ده كبير. طبيعي. هم عاملين منه حاجات كبيرة دلوقتي اللي هي المجعدة شوية عشوائية كده، اه تبقى شكلها جميل قوي برضه. اوكي. طيب نتجه بقى الاتجاه هناك اه السلاسل بقى والودع عاملين السلاسل اه والودع. طالعة موضة دلوقتي وبتاع، بيلبسوها على البحر والكلام ده. واخر حاجه هناك انا شايفاها برضو جميله قوي اللي هي ملونه ده اه اللي حاجة هناك. زي حاجات فرفشة كده يعني، سلسلة فيها حاجات مدندشة شوية. تسلم ايديكي. اسمك ايه بقى على الفيسبوك وعلى الانستجرام؟ سلوى شريف. سلوى شريف. تمام. اسمك كده على على الانستجرام وعلى الانستجرام. الفيسبوك؟ اه لا مش عاملة على الفيس، هو على الانستجرام بس. ايه ده؟ اول حد قبله عامل على الانستجرام بس. الانستجرام بالنسبه لي بصراحه يعني بحسه بيوصل احسن. اكتر اه للناس. بيوصل اسرع. انا كنت عاملة اه على الفيس بس ما يعني ما استمرتش عليه، اه على الانستجرام احسن عشان حلو اركز كده في حاجة واحدة. كده عشان انزل صفحتك عندي ان شاء الله. ان شاء الله ده شرف ليا والله ان انا والله طلعت مع ليك. حضرتك كمان. الله يخليك. وتبقي و... معايا في البازار بقى ان شاء الله. اكيد ما انا شفت اه حضرتك كنت عاملة في الساحل. اه ده عشان ايه؟ لا ان شاء الله هيبقى في القاهره. آه باذن الله على الشهر الجاي كده،
متظبطه في القاهره بحيث ان ايه يبقى سهل للناس وكله بيتعرف على بعض طبعا بيبقى جميل بصراحه بتبقى جميله جدا الحقيقه وبيبقى في اكتيفيتيز ثانيه كمان مش بس بازار بحيث ايه يبقى الناس بتتسلى كمان يتفرجوا الاطفال يلعبوا والكبار يعملوا انشطه لا بيبقى طبعا جميل طبعا حاجات كتيره ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نورتيني يا حبيبتي قولي لي نفسك تعملي ايه تحققي ايه كمان والله نفسي يعني الواحد طبعا يكبر عن كده ويبقى اتعرف اكتر يبقى عندي جالري كبير ان شاء الله نفسي اصدر بره ما دي بتبتدي بالبازارات بعد البازارات بتعملي براند نيم طبعا وبعد كده لما بتكبري بتقدري تفتحي بقى محل خاص ربنا يسهل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دي هاي. بقى حاجه بسيطه كده يعني المنتجات بتاعتنا اتفضلي نشوف مع بعض ايه الحاجه اللي جايباها فظيعه ده صدف صغير ده لولي ده لولي الله ده بيلمع كده زي الصدف ما ده لولي حار مش معقول ده عامل زي الصدف بالظبط بس احلى بقى ده دي بتتلبس في الايد لا ده عقد عقد اوكي انا فاكره صفين بيتلبسوا لا ده عقد وعليه حرف اس كمان ما شاء الله تحفه ونشوف الكاميرا الله على الطعامه مش معقوله بصوا الطعامه دي بصوا الاس حلوه قوي تجنن ميرسي جدا العفو حبيبتي ميرسي تجنن بجد ان شاء الله البسها في الحلقات الجايه ان شاء الله ان شاء الله شكرا واعمل لك منشن ان شاء الله ربنا يخليك ميرسي في واحده ثانيه سلاسل بقى سلاسل تمام دي سلسله نجوم وفيها نجمه كبيره شويه في النص طب نفتحها برده ونشوفها دي الحاجات اللي طالعه موضه اللي هي بتتلبس كده بتبقى مطليه بقى دي ما دي مطليه حاجات الرقيقه اللي طالعه دي جميله قوي تسلم ايدك شكرا وعندنا كمان واحده تانية دي بقى صدف دي لا لولي برضو لولي برضو شبه الصدف قوي ما هو اللولي بيبقى فيه شبه شويه من الصدف حكي عليا قولي لي صدف لا ده اللولي احلى ماشي ماشي شوف بقى لا ما انا هعمل لك صدف ورد يا حبيبتي جميل يا رب دي بقى بصوا الشكل ده برضو طالع موضه جدا قريب شويه من اللي انا لابساه بس انا عندي حاجات تانية متعلقه الالوان بقى جميله قوي تسلم ايدك شكرا يا حبيبتي بجد على ايه هلبسهم ان شاء الله واعمل لك منشن عليهم عشان الناس برضو تعرف توصل لك ان شاء الله ان شاء الله الف شكر نورتيني ربنا يخليك بجد وربنا يوفقك في مشروعك ان شاء الله انا اتشرفت بحضرتك قوي وانا طلعت في البرنامج انا بتاعي. كمان جدا ميرسي قوي الف شكر